في العمل ديالو. اولا الاخلاق وعلى راس الايمان بالله، يكون نقي في الخدمه ديالو. مفوض القضاء اللي تيطمع راه غالبا تيمشي من الاول مايل وتيطيح في نص الطريق، وبلا ما نعطيو امثله للناس اللي تشطب عليهم. تحدثت منهم الرخصه بصفه نهائيه، مابقاوش مفوضين قضائيين بهذا السبب، طمع. ما يطمعش الواحد المادة دائما يديرها ورا ظهره، ما يديرهاش تماما كغاية أمام. بالإضافة للأخلاق باش يحمي المفوض القضائي. أداء اليمين لسبعة من المفوضين القضائيين عينوا لأول مرة في دائرة نفوذ هذه المحكمة. كما هو معلوم، مهنة المفوض القضائي من أخطر المهن. المفوض القضائي وخاصة في ميدان التنفيذ يعرض نفسه يوميا للهلاك المحقق، للموت، للاعتداء الكبير الخطير من المحكوم عليهم. ولذلك كي يحمي نفسه ومهنته من هذه المخاطر لا بد أن يتشبت بثلاثة أمور. أولها الأخلاق، الأخلاق الفاضلة، أن لا يطمع في أحد، إن الطمع كثيرا ما يتسبب في عزل المفوض القضائي، وأن يتعفف دائما في مهنته، وأن يكون إنسانيا مع المواطنين. ثانيا الإتقان في العمل، في شواهد التسليم في ميدان التبليغات أن تكون مملوءة بدقة وبوضوح، وأن يتأكد مفوض القضائي من شخص المبلغ إليه في ميدان التنفيذ كذلك، وفي ميدان جريان دعوي قبل إصدار الحكم وبعده، أن يتقن عمله ويتوخى فيه الدقة والموضوعية. وثالثا يحمي المفوض القضائي نفسه من خلال الاستشارة مع الذين سبقوه في الميدان والذين أصبحوا مراجع في ميدان مهنة المفوض القضائي، التبليغات والتنفيذات وإنجاز المحاضر وكيفية تحريرها. مستحي ومتكبر كما هو معلوم لا يتعلمان. دائما المفوض القضائي الجديد لا بد له أن يستشير في كل أمر يشك فيه مع من سبقوه من ذوي التجربة. أستاذ وحيد عبد الرزاق، رئيس مجلس جهوي مفوضين قضائيين، استئنافية تعيين كناس رشيدية، كاتب عام الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، كنحضر اليوم بمناسبة تخرج أداء اليمين الدفعة الجديدة تاع الزملاء ديالنا. بالمناسبة كنتقدموا بالشكر الحار السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، وكذا السيد الوكيل بها، وكذا الطاقم الناس المشرفين على هذا الحفل البهيج، حفل اللي كيتزامن مع التخرج مع الزملاء. كنتمنى لهم مسيرة موفقة إن شاء الله الرحمن الرحيم. تلقاو مجموعة من التوجيهات من السيد رئيس المحكمة اللي كتعتبر بأن لبنة أساسية كتضمن لهم مسار مهني صحيح، باعتبار أن أول خطوة هي اللي كتحكم على المسار المهني، فنلتمس منهم أنها تكون خطوة في محلها، وأننا راه إشارتهم في جميع الاستشارات، وأننا إن شاء الله الرحمن الرحيم ما غاديش تلقاو منا إلا كل ما يدعمهم في مسارهم المهني. وهنيئا لهم بهذا اليوم اللي تعتبر يوم عيد بالنسبة لهم، وكان كنعتبروا انهم دم جديد. نتمنوا انهم يكونوا يعطيو واحد القوه واحد الشحنه لباقي الزملاء ديالهم في مسارهم المهني ان شاء الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ حسن مؤمن، رئيس المجلس الجهوي سابقا لاستئنافيه مكناس الرشيديه. اذا بهذه المناسبه الغاليه اتقدم الى الزملاء الذين التحقوا بالمهنه داخل الدائره الابتدائيه لمدينه مكناس، وأتمنى لهم حظا موفقا داخل هذه الدائرة، لأن كما تعلمون بأن مهنة المفوض القضائي هي مهنة صعوبات، مهنة واقع، ومهنة إكراهات، إكراهات سواء على المستوى القانوني أو المستوى الواقعي. إذا بأدائهم للقسم اليوم فإنهم قد اجتازوا مرحلة من صفة شخص ذاتي إلى شخص معنوي، أي أنه أصبح
يحمل اسم مفوض قضائي. اسم المفوض القسام هو له بعد أخلاقي وبعد ديني وله رمزية كبيرة في أن هناك مجموعة الالتزامات التي على المفوض القضائي أن يلتزم فيها في إطار مشواره المهني. إذن البعد الأخلاقي هو التزام المفوض القضائي بما بالقواعد القانونية والضوابط التي تحكم مهنته. إضافة إلى ذلك المفوض القضائي حاليا ينتمي إلى جهاز منظم في إطار مجالس جهوية وهيئة وطنية. المفروض في المفوض القضائي الالتزام بهذه الضوابط وبهذا الانتماء الشريف لهذه المهنة ولهياكلها. إذن في الأخير أتمنى لهم مقاما بين ظهرانين في هذه المدينة وبداخل دائرة المحكمة الابتدائية، ونحن تحت طبيعة طلبهم في إطار المشاورات وفي إطار التكوين والتكوين المستمر، نحن في الخدمة إن شاء الله، وهنيئا لهم. هذا اليوم أحس بنفسي بأنني في عرس مفوض قضائي، لأن مرحبا بفوج 2017، ففيهم نخب لا تحتاج للتكريم ولا تحتاج، ففيهم أبناءنا وفيهم إخواننا. لأجل ذلك فنحن نتواجد أنا والسيد الرئيس المجلس الجهوي والسيد الرئيس السابق للمجلس الجهوي لنتشرف بالحضور أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية والسيد وكيل الملك لأدائهم اليمين القانوني. فمرحبا بهم في المهنة الشرفاء، ومرحبا بهم في كل، ودم جديد في عروق المفوض القضائي، ومرحبا خاصة العنصر النسوي، لأنني أشكل مفوضة قضائية ونائبة أمينة المال السابقة. فمرحبا بالعنصر النسوي في هذه المهنة، مهنة المصاعب، ومرحبا بالجميع. وأشكر الحضور وأشكر جميع المفوضين القضائيين، ومرحبا بهم تكرارا في بيوتهم، وجميع مكاتب المفوضين القضائيين يرحبون بهم وفي استعداد للوقوف معهم في جميع الإجراءات المتعلقة بهذه المهنة، مهنة الشرفاء. اسم جبري عبد القادر، مفوض قضائي أدى القسم في سنة 2017، فوج 2017. بهذه المناسبة كان نتشرفوا بشكر كل من رئيس المحكمة ووكيل الملك بداية المحكمة، وإلى كل رئيس المجلس الجهوي لمكناس، وإلى الأستاذة فوزية الوكيلي، وإلى كل من أدى القسم هذا اليوم، وإنه اليوم مشهود. تم بحول الله ومع قوته، يعني اليوم أداء القسم ديالنا بصفتنا مفوضين قضائيين فوج 2017، فعلا كان عرس قيم بحضور يعني رئيس ديال جهة مكناس ورئيس سابق مع يعني الأخت المفوضة القضائية الأستاذة فوزية، هي اللي أول مفوضة قضائية في المغرب وكنفتخروا بها بزاف، دائما هي يعني السند ديالنا. فعلا كنقدموا تشكرات لنا، تشكرات الخالصة للأساتذة كاملين اللي وقفوا معنا في أثناء التدريب، رؤساء المحاكم مكناس تافيلالت، المضافين في جميع المحاكم، رئيس المحكمة الابتدائية اللي اعطانا يعني واحد الكلمة اللي كانت في الحقيقة هي يعني ضوء، يعني إشارة يعني كتحفزنا باش أننا نكونوا يعني متخلقين، ونكونوا دائما يعني نحاولوا نستشروا مع الأساتذة اللي يعني سبقونا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تم بحول الله الأداء اليمين القانونية للفوج جديد الملتحق بمهنة المفوضين القضائيين فوج 2017. هذا اليوم المبارك السعيد اللي كنتشرفوا أننا التحقنا بهذه المهنة، مهنة الشرفاء، مهنة المصائب، لخدمة الصالح العام وخدمة الوطن، باش نكونوا واحد نقطة جديدة. سعيد ساسي مفوض قضائي محلف لدى محاكم مكناس بمناسبة حفل أداء اليمين لهذا اليوم. أتمنى أن نمثل دفعة نوعية لهذه المهنة، وأن نساهم في النجاح القضائية، وفي بالخصوص في مهمة التبليغ والتنفيذ، وأتمنى حظ موفق لباقي الأساتذة المفوضين القضائيين فوج 2017، والسلام عليكم ورحمة الله.